أهلا بكم. كعادته كل يوم أربعاء وخلال لقائه الأسبوعي بالحجاج في قاعة بولس السادس في الفاتيكان، واستكمالا لتعليم قداسة البابا فرانسيس في حديثه لجموع الحاضرين من كل أرجاء العالم حول صلاة الأبانة، حيث قال إنها صلاة الذين يعرفون قلب أبيهم وهم متأكدون من مشروع محبته لهم، صلاة مفعمة بثقة متقدة بإله يريد لنا الخير والحياة والخلاص، وتشعل فينا محبة يسوع لمشيئة الآب. ومضى قداسته قائلا: وإن كنا نصلي فذلك لأننا نؤمن أن الله يريد أن يحول الواقع ويتغلب على الشر بالخير، ولهذا السبب علينا أن نطيع هذا الإله وأن نستسلم له حتى عند أقصى المحن. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخصوصا الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية، بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إذ نتابع تعاليمنا حول صلاة الأبانة، نتوقف اليوم عند التضرع الثالث لتكن مشيئتك، والذي يقرأ مع التضرعين الأولين: ليتقدس اسمك وليأتي ملكوتك. فتشكل هذه التضرعات معا لوحة ثلاثية. قبل أن يعتني الإنسان بالعالم، هناك عناية الله بالإنسان والعالم التي لا تكل، ومشيئة الله المتجسدة في يسوع هي أن يبحث عن الهالك ويخلصه. ونحن في الصلاة نطلب أن ينجح بحث الله وأن يتحقق مشروعه الشامل للخلاص. إن الكتاب المقدس مليء بالتعابير التي تخبرنا عن رغبة الله الإيجابية تجاه العالم، ويكتب القديس بولس في الرسالة الأولى إلى تلميذه تيموتاوس: الله يريد أن يخلص جميع الناس ويبلغ إلى معرفة الحق. هذه بلا شك هي مشيئة الله، خلاص الإنسان. وبالتالي فصلاة الأبانة هي صلاة الأبناء الذين يعرفون قلب أبيهم وهم متأكدون من مشروع محبته، هي صلاة مفعمة بثقة متقدة بإله يريد لنا الخير والحياة والخلاص. إن صلاة الأبانة هي صلاة تشعل فينا محبة يسوع عينها لمشيئة الآب، شعلة تدفعنا لنحول العالم بواسطة المحبة. وإن كنا نصلي فذلك لأننا نؤمن أن الله يمكنه ويريد أن يحول الواقع ويتغلب على الشر بالخير، ولهذا السبب علينا أن نطيع هذا الإله ونستسلم له حتى عند أقصى المحن. هكذا كان الأمر بالنسبة ليسوع في بستان الجتسماني عندما اختبر اليأس وصلى: يا أبتي، إن شئت فاصرف عني هذه الكأس، ولكن لا مشيئتي بل مشيئتك. يسوع يرزح تحت ثقل شر العالم، ولكنه يستسلم بثقة لأقيانوس محبة مشيئة الآب. حتى الشهداء في محنتهم لم يبحثوا عن الموت بل عن القيامة. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إن الله محبة بنا يمكنه أن يحملنا على أن نسير على دروب صعبة ونختبر جراحا وأشواكا أليمة، ولكنه لن يتركنا أبدا وحدنا. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini in lingua araba, in particolare quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, San Paolo ci insegna che nella nostra preghiera dobbiamo aprirci alla presenza dello Spirito Santo, il quale prega in noi con gemiti inesprimibili, per portarci ad aderire a Dio con tutto il nostro cuore e con tutto il nostro essere. Così lo Spirito di Cristo diventa la forza della nostra preghiera, debole il fuoco della nostra preghiera arida, domandandoci la vera libertà interiore, insegnandoci a vivere affrontando le prove dell'esistenza nella certezza di non essere soli. Il Signore vi benedica.
أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، يعلمنا القديس بولس أنه علينا أن ننفتح في صلاتنا على حضور الروح القدس الذي يصلي فينا بأنات لا توصف، ليحملنا على اتباع الله بكل قلبنا وكل كياننا. هكذا يصبح روح المسيح قوة لصلاتنا الضعيفة ونارا لصلاتنا الفاترة، ويعطينا الحرية الداخلية الحقيقية، ويعلمنا أن نعيش ونواجه محن الحياة مدركين أننا لسنا وحدنا. ليبارككم الرب.